دي دلوقتي انا بجرب كاميرا جديدة ومايك جديد، وان شاء الله الريفيو بتاعهم هينزل قريب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بيكم في فيديو جديد، معاكم مصطفى مكرم. مكملين مع بعض في دعم القنوات التعليمية، والنهاردة معايا المصور الرائع اسلام ناجي. اي حد مهتم بتصوير البيوتي يقدر يتابع اسلام على قناته، والنهاردة ان شاء الله هيكلمنا عن انواع الاضاءة لو انت مصور مبتدئ، ايه انواع الاضاءة اللي انت هتحتاجها، وبيقول لك على الاوبشن الموجودة وانت اختار اللي يناسبك. فيلا بينا نبدأ وخش يا سمسم. يا مساء الفل عليكم، ايه الاخبار؟ انا اسلام ناجي، بورتري فاشن فوتوغرافر، والنهاردة فيديو جديد. فيديو النهاردة مختلف، مهم، عظيم، عشان هو على قناة صديقي مصطفى مكرم. انا بشكره جدا انه اداني الفرصة اني اكون بتكلم معاكم من خلال القناة بتاعته، فشكرا جدا يا مصطفى. انت بالنسبة لي مش مجرد صديق، مش مجرد شخص محترم، انت حد تربينا على الفيديوهات بتاعته من واحنا كنا صغيرين. انا اخترت النهاردة ان احنا هنتكلم عن انواع الاضاءة، بما ان القناة بتاعتي مهتمة بان احنا نعلم اضاءة وتصوير وإيديت، فهنتكلم عن انواع الاضاءة. اتمنى اكون خفيف عليكم ويلا بينا. الاضاءة بتنقسم لثلاث انواع. اول نوع فيهم هو النوع اللي بنشوفه كل يوم، وهو الاضاءة الطبيعية زي الشمس. تاني نوع هو الإضاءة الامبيانت، أو الإضاءة المحيطة بنا، زي اللمبات، زي الكشافات، الإضاءات اللي بتبقى موجودة، إضاءة الغرفة أو إضاءة المكان. تالت نوع وهو الارتفيشيال لايت، أو الإضاءة الصناعية زي الليد، الفلاش، الهدات، الستروبس، كل ديت إضاءة ارتفيشيال أو صناعية. تعالوا إحنا نسهل الأمور على نفسنا أكتر ونقسمهم لنوعين: إضاءة وامضة زي إضاءة الفلاش والهدات الأخ، وإضاءة مستمرة زي إضاءة الشمس والليدات. وهنا هيبقى الموضوع سهل قوي ان احنا نقارن ما بينهم. تعالوا نقارن في اول حاجة ممكن تقابلنا ما بين الإضاءتين المستمرة او الوامضة، وهي سهولة التحكم. الإضاءة المستمرة زي الشمس او الليدات مش اسهل حاجة ان انت تتحكم في اتجاهها والباور بتاعها والزاوية والكلام ده كله. يعني انت لو بتصور في الشمس انت بتظبط اعداداتك كلها على الشمس او على الاضاءة اللي موجودة حواليك، وهكذا. الليدات مش اقوى حاجة التحكم فيها، لازم بتعمل لها موديفايرز معينة، او بتجيب لها موديفايرز معينة عشان تقدر تشيب اللايت دوت او تعمل له شكل زي ما انت حابب. الناحية التانية بقى في الإضاءة الوامضة أو إضاءة الفلاش، أنت سهل تتحكم في الزاوية والسرعة والباور، كل الكلام ده سهل جدا إن أنت تتحكم فيه، ويضيف له كمان لما تيجي تحط عليهم موديفاير بيديك قوة تحكم في شكل الإضاءة أكتر بكتير كمان. طيب نيجي لتاني حاجة، ومن أول الصور إن أنت في الأول بتحب تروح إن أنت تصور زيها، وهي تجميد الحركة. عشان تجمد حركة شيء بيتحرك بسرعة صعب تعمل ده جدا في الإضاءة المستمرة أو إضاءة الشمس، مش أحسن حاجة ومش أحسن كواليتي هتاخده. بس لو رحت عملت دوت بإضاءة الفلاش سهل جدا إن أنت تعلي الشطر بتاعك على قد ما هتقدر، وإن أنت تعمل تجميد أو فريز للحركة اللي أنت هتصورها. بعد كده نروح لنقطة مهمة جدا، ان الاضاءة المستمرة مش محتاجة تريجر. انت مش محتاج يكون في جهاز محطوط على الكاميرا بتاعتك بينقل اعداداتك لجهاز تاني عشان تطلع شكل اضاءة او تطلع باور معين او حاجة. بالعكس، انت في الاضاءة الوامضة بتحتاج تريجر عشان ينقل الاعدادات بتاعتك ديت وتقدر ان انت تشتغل بيها. لحد هنا حاولت ان انا ابسط الموضوع على قد ما اقدر. لو عندكم اي اسئله يا ريت تسيبوها في الكومنتس تحت، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو دوت، وتشكروا مصطفى كمان على الدعم اللي هو بيقدمه، وشكرا ليكم جدا، واتمنى ان انا اشوفكم دايما. السلام عليكم.